راه اكبر اهانه واحتقار للذكاء ديالكم يا المغاربه هو انهم خرجوا لنا صفحات ويوتيوبر وصحفيين ومواقع كيقول لك راه المشكل في الشناق. ما كاينش حاجه مثل الشناق سابقه في تاريخ الحياه القضائيه. ما عمرنا سمعنا استفسار ل 103 د القضاة في دقه. خوتي المغاربه مرحبا بكم. عندي واحد ثلاثه ديال الاسئله بغيت نبدا بها هذه الحلقه قبل ما نمشي للمركز المغربي للمواطنه اللي دار واحد التقرير يفضح حكومه اخلوش وكيزكي كلامنا وكلام هذه القناه ديالكم بخصوص عيد الاضحى الاخير. السؤال الاول اللي كنطرحوه، ما معنى يتوجه 103 استفسار ل 103 ديال القضاة مغاربه في مراكش؟ على واش كنستفسركم علاش ما جيتوش تحضروا لواحد الندوه علميه؟ وهذه الندوه موجهه للعموم ماشي للقضاة، ماشي ندوه خاصه بالتكوين ديالهم في مجال الخدمه ديالهم، لا، ندوه علميه فكريه موجهه للعموم. ما جاوش القضاة كتوجه لهم استفسار، كتستفسرهم 103 سابقه في تاريخ الحياه القضائيه. ما عمرنا سمعنا استفسار ل 103 القضاة في دقه. ما معنى هذه الاشاره؟ وكنأكدوا مرة أخرى كنقولوا بأن القضاء القاضي يحمي حقوق الأفراد والجماعات. القاضي وفق الفصل 117 من الدستور يتولى القاضي حماية حقوق الفرد والجماعة، والقاضي الخائف لا ينتج حكما جيدا. الاحترام للمؤسسات والتراتبية والمهنة والانضباط هذا أمر وارد، ولكن باش تولي مثلا تخاف على شي أمور ما داخلاش في خدمتك، مثلا بغيت نخلق لك جو، غادي تجي لواحد الندوه علميه مفتوحه للعموم وكيحضروها المواطنات والمواطنين، ندوه فكريه ما عندها علاقه بتكوين القاضي، ما عندهاش شي علاقه بالتكوين المستمر ديال القضاة. ولا ما جيتوش ستوجه لكم استفسارات، بمعنى هذا واش ماشي مس ولا هذا ماشي كيزكي ذاك البلاغ ديال نادي قضاة المغرب اللي هضر واحد المره على المس بالامن المهني ديالهم؟ دابا ملي كنوجه لك استفسار بمعنى هنا كان الامر يقدر يتحول الى مساءله تاديبيه في التطور، يقدر يكون هذا عاوتاني يكون انعكاس ولا اثار على ترقي القاضي. راه ملي كنجي نرقيك راه كنشوف لك الاستفسارات اللي عندك، ملي كندير لك هذه العمليه استفسارات وملي كندير ملي كنحس براسي انا كقاضي يعني راه غتقاس الترقيه ديالي وكذا، واش ما كيتقاش امني المهني؟ واش ما كيتقاش الامن؟ واش كان ضروري هذا الاستفسار 103؟ 103 ديال الاستفسارات وحنا محتاجين للقضاة، وحنا كنقولوا كنأكد القاضي الخائف لا ينتج احكاما جيده، القاضي الخائف لا يتولى حمايه لا حقوق فرد ولا حمايه حقوق جماعه، القاضي الخائف لا يترجم مقتضيات الماده او الفصل 117 من الدستور. القاضي الخائف هو بالعكس هو عقبه امام العداله، هو عقبه امام العداله وعمامة الإنصاف. ما يمكنش القاضي الخائف ما يمكن نجلك إلا الكوارث. السؤال الثاني مهم جدا بخصوص هذه الحلقة، هذوك الدري ديال الأغنية ديال شر كبيئتي تحكموا البارح بربع شهر، تحكموا بعامين، لا يوجد نص يعني القاضي يقول له علاش حكمتي بعام ولا أربع سنين. نقاش كيتفتح لك من القاضي هنا ليس في مخالفة لا القاضي الابتدائي، ولكن عام حقنا نسوله من حقنا أجل التنبيه. هذاك القاضي اللي أعطى عامين في الأول نفتحوا نقاش عليه، علاش قاضي أعطى ربع سنين عامين وقاضي أعطى ربع شهر؟ ماشي باش نسيئوا القاضي الأول ولا نشكوا في ذمته ولا في كفاءته، أبدا ماشي هذا هو المقصود، ولكن مني ضروري من اجل تجويد حياتنا القضائيه والحقوقيه راه هذا بالعكس خصنا ماشي نكتفيو الجوله الاستئنافيه استانفت ومشى النقاش وندوزو، لا خاص باش نقولوا فين كاين المشكل. ياك ما ذاك الجوله الابتدائيه القضاء الفردي، ياك ما ذاك كيشتغلوا تحت الضغط، ياك ما ذوك الهيئه الابتدائيه عندها الملفات بزاف، ياك ما مش اسيدي بحسن، ولكن خصنا نفتحوا نقاش من 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 24 شهر الى 4 شهور، حيدنا 20 شهر، ماشي الخشيله في شهر شهرين 3 شهور، لا 20 شهرا، 20 ديال الشهر تحيدت، علاش؟ وهاد اللغط اللي ناض في الاول عليها وهاد الاحكام، واش كنا محتاجين لهاد رده فعل الشعبي؟ واش كنا محتاجين لهاد النوع من الاحكام في الاول؟ علما ان قناعتنا احنا الاعلاميه وليست القضائيه، يعني كنقول قناعتي انا الاعلاميه كصحفي وقلتها في هاد الحلقه، قلت هذيك قلت لا يوجد عناصر تكوينيه لدوك الدريب، حيت حنا عندنا واحد المشكل في المغرب خصنا نميزو، كاين فرق ما بين بعض العبارات اللي كيبانوا الناس خايبين
وماشي مزيانين، وحنا براسنا ضدهم، وحنا براسنا ضد ما تضمنته الاغنيه. وبين القانون واش كاين عناصر تكوينيه للقانون؟ دابا الناس اللي بعضهم او اللي كاين واحد الضعف في الثقافه القانونيه، كاين الناس اللي حنا كنقولوا خاص القضاء مع النصوص القانونيه، ما يمكنش تفاعل مع الشعب. يقدر يكون الشعب غضبان من شي حاجه، ولكن ديك الغضبه يقدر يكون عندها العقوبه الاجتماعيه الزجريه بمنطقه الرمزي، يقدر يكون من الحبس. يعني كتخشي منه في الحبس لانه عبارة بشكل فني على واحد الواقع، وكاين ما افضع منه في المغرب. كاينه كلمات ثقيله فوق خشبه وامام مسؤولين، وكاينه حركات، وشنا الجوانات، وشنا اللي كيدخل بالشراب، وشفنا بنادم اللي كيقول عبارات يسبونا كاع حتى الذات الالهيه، وكاين اللي كيسب كذا. فهنا كان وجه ديال المناقشه بخصوص هذا المستوى. غادي نتصل دابا بالسي عمر الدفاع ديال هاد الشابين باش نسمعوا الروايه، لماذا تم التخفيض ديال الحكم الى 4 شهور، شكون هي هيئه الدفاع اللي كانت تما، ثم غنشيروا كذلك للسي مصطفى الخصم، ثم غنشيروا الى نقاط اخرى. سي عمر بخير؟ مساء الخير. الله يحفظكم، معك المهداوي حميد موقع بديل. مرحبا سي مهداوي. كيداير سي عمر لاباس؟ موقع بديل. الله يحفظكم. ايوا هنيئا لكم بعد على هذا الحكم. هنيئا للشباب، وهنيئا لحريه التشكيل وحريه التعبير. الله يحفظكم. وهنيئا للحق الفني بصفه عامه. شكرا لكم. السي عمر اذا سمحتي لي بخصوص، سمعت انا المحكمه ولات كيفت التهم ياك؟ لا احنا ما تبلغناش باعاده كيف منطقيا. المتابعه اللي كانت عندهم هي متابعه، يعني النص لا يتماشى مع الوقائع. اييه. احنا قلنا كتفسير لما حدث، يعني العقوبه نزلت من سنتين الى 4 اشهر. يعني قلنا ما يمكنش يكونوا دانوهم بنفس التهمه اللي كانت وضعها النيابه العامه واللي دانتهم بها المحكمه الابتدائيه. يعني قلنا كتفسير ربما يكونوا داروا اعاده التكييف. لكن ما نعرفوا حتى يخرج النسخه ديال دونك هذا استنتاج استنتجتوه من خلال تخفيض العقوبه 4 شهور. بالفعل. كيف كانت الاجواء؟ يعني كان صدر المحكمه رحب في المرافعات؟ كانت الغرفه الجرحيه، وهي معروفه كغرفه جرحيه، يعني سعه الصدر عندها يعني برئاسه الاستاذ زين. يعني استاذ شو سميتو الرئيس؟ استاذ زين. استاذ زين. وهو رجل استثنائي بكل المقاييس، يعني كان ابنه صاغية وتفاعل معنا ايجابيا، واعتقد ان من خلال الايحاءات يعني تفهم الوضع وتفهم بان يعني لا المتابعه ولا الحكم ما كانش محلهم بالنسبه للشبان. النيابه العامه كي كان موقفها في جولة استئنافيه؟ النيابه العامه يبدو ان بقيت متشبته، سميتو دارت مذكره في المرافعه وبقت متشبته للمتابعه، بإنزال العقوبة الشديدة بالمعنيين بالأمر. بالنسبة لكم السي عمر ما كاينش يعني لا واقعيا ولا قانونيا الأساس لهذه المتابعة، يعني ما كاينش عناصر تكوينية الجريمة. كما قلت للإخوان يعني احنا كانت المقاربة ديالنا ثلاثية الأبعاد، يعني من الناحية القانونية يستحيل أن العقل القانوني يقبل أن تكون تلك الوقائع اللي كاينة، اللي هي الكلمات ديال هذه الأغنية اللي سميتها قبيلتي، هذيك الوقائع تنطبق عليها سميتو التحريض أو تحريض القاصرات على ممارسة الظاهرة. يعني غير يعني اللي يسمع الأغنية ويعرف الفصول المتابعة غيقول أنها لا تنطبق إطلاقا، هذه المقاربة القانونية، لأن هذا تحريض القاصرات على ظاهرة القاصرات أو القاصرين بصفة عامة، هي يعني مفادها أن يقوم شخص أو جهة معينة بتوجيه شباب إلى ممارسة الدعارة وتزيين الدعارة في أعينهم وفي أذانهم وفي عقولهم، وهذا غير قائم إطلاقا لأنه بالعكس. وقلنا وكيشترط كذلك النص عنصر المباشرة، أن يكون مباشرة يعني الأشخاص مستهدفين بأسمائهم. أيه. وان يعني وبالنسبه لهذه الحاله ديالنا اكثر من ذلك، يعني هاد الشباب ينتقدون الوضع ديال السلوكات الشاده والمنحرفه ديال القاصره. كانوا هما في وضع يعني نقدي، يعني هما كينتقدوا الاول. اكثر من ذلك. على اذا المفروض كينتقدوا الشارع، كينتقدوا ما يجري في الشارع،
كيعبروا على نبض الشارع. كتعرف هذا الشيء ديال الراب كموسيقى كما قلنا ما هي موسيقى نشئة الشارع ومن الشارع وإلى الشارع، وكتعبر على فئة مهمشة في غالب الأحيان، ومن بين هذا الحي اللي كينتميوا له هاد الشبان هادو اللي عطفوا عليهم الجميع وعطف عليهم السيد سي مصطفى الخصم وكذا وكشي. بالمناسبة سي مصطفى الخصم، أنتم سي عمر نبتوا باسم سي مصطفى الخصم؟ أنا نبت بالتكليف من سي مصطفى الخصم، ولكن نبت على المعنيين بالأمر مباشرة. لا واخا اسمح لي بالسؤال، غير باش يعني الاتعاب ديالكم تحملها السي مصطفى الخصم. هذه مساله تخصني انا والسي مصطفى الخصم، وبالنسبه لي لا داعي للخوض فيها. لا لا ماشي لحد، لا ما ندخلوش في هادشي، غير الناس زعما الا كان واحد الانسان دار واحد العمل مزيان مزيان يبان، فهمت الفكره؟ لا شكرا جزيلا، ولكن كنقول لك يعني يكفي ان يكون التكليف من جهته فهو مشكور صح على اخذ المبادره. واخا شحال باقي لهم السي عمر يخرجوا؟ يعني خارج المكتب اعتقد في 20 غشت، يعني في اواسط الشهر المقبل ان شاء الله غادي يكون يكملوا 4 شهور. ما بقالوش اذا بزاف؟ لا ما بقالوش بزاف، لان غير سميتو كنظن كانت تعتقلوا في 20 الى كنتي دابا غنمشي في 20 فبراير. كنظن في اواسط الشهر الداخل غادي يفضل ان شاء الله. زرتيهم بلغتيهم بهذا الحكم؟ زرت لا عفوا ماشي بلغتيهم، يعني من بعد الحكم شفتيهم؟ لا ولا اتصلت؟ لا من بعد الحكم شفت، لان الحكم عاد البارح. داكور. حنا ملي غتكون عندي شي مناسبه ديال الزياره سميتو السيت غادي نشوفهم. ولكن عندك ما عندكش شي معطيات كيفاش هما تقبلوا الدراري الحكم؟ لا تقبلوه، لان انا متاكد بان تقبلوه يعني بسعاده كبيره، لان ما كانوش متوقعين النتيجه. وحتى المعطيات ديال المحيط فين كانوا يعني كانوا كياكدوا لهم ان يعني بان محكمه الاستئناف ما تخففش العقوبه. انا اكدت لهم وكان عندي زعما اليقين بان غادي يكون بان على اي اساس بنيتي يقينك سي عمر؟ هاتيني؟ على اي اساس بنيتي يقين من طبيعه الهيئه اللي كتعرفهم بحكم طبيعه يعني. طبيعه الهيئه بصفه اساسيه انا ما نمشي في المرحله الابتدائيه بطبيعه الحال، والمعطيات القانونيه والفكريه الفلسفيه الحقوقيه اللي تاكدت بان الا بسطناها امام محكمه يعني مسؤوله او هيئه مسؤوله بالتاكيد غادي تجاوب معها ايجابيا. فبالنسبه لي من السهل اقناع الغرفه الجهه محكمه الاستئناف بفاس يعني برئيسها الدكتور علي الاستاذ زين بان سميتو هذيك الوقائع لا يمكن ان تشكل تحريض للقاصرات على الدار. اضف الى ذلك ان معطيات اخرى انا باش نخوض معك فيها طويله اللي هي كما قلت لك المقاربه الفلسفيه والمقاربه الفنيه. لا واضحه واضحه واضحه، شكون اللي كان في الدفاع؟ كنتوا غير انتوما السي عمر ولا كنتوا كان معز؟ لا كان الى جانبي الاستاذ بن عبد الله الوزامين. اييه. محامي ممتاز. اييه. وكان سيدي الى جانبي الاستاذ الشخم حتى هو محامي ممتاز. الله يوزي. وكان محامي شاب رائع سميتو الاستاذ عيشوش بن عماره، كلهم كانوا معايا في الملف. هو الى جانبي. وهنيئا لكم السي عمر وجميع الاساتذه اللي ذكرتي، كنحييكم عاليا وشكرا لكم بزاف بزاف. الله يحفظكم ويخليك مناره اعلاميه السي المعداوي. الله يحفظكم الاستاذ، شكرا شكرا استاذ. بسلامه بسلامه استاذ، بسلامه بسلامه. السؤال الثالث واللي كنستقيه من عدد من الناس اللي كيسولوني، المهداوي علاش ما درتيش حلقه على عدد من الفنانين اللي وردت اسمائهم ضمن ماده اعلاميه بكونهم كيتردوا على واحد الفضاء لممارسه الجنس؟ فوكاش اخوتي المغاربه شفتوني انا هذا النوع من المواضيع كنعطيها يعني حلقه وكنعطيها اهميه بهذا النوع. سيدي واش انا غنقدر نبرر هذه السلوكات؟ اذا ثبتت طبعا لا ابررها ولا اتفق معها، صافي ها نحيدنا هذه. لا انا نتمنى واحد الماده اعلاميه مثلا تجي وتقول فنانين مغاربه كيمشيو لواحد البلاصه وهاش كيديروا، ان واحد المحلات ردت لي يعجبني الصحافه تنبه في هذا الاتجاه، لان غتكون هنا الصحافه اش كدير؟ كتنبه السلطات، كتنبه صاحب المحل، وكتنبه حتى دوك الفنانين ما يعاودوش، لان ما يسمع الفنانين وكذا. اما ملي كتقول سميتو هكا وبدون ما ترجع له، كنهضر من الناحيه المهنيه كنقول بدون ما ترجع له، وعنده ولادو وعنده، يقدر يكون داك الشيء ماشي صحيح، ويقدر يكون داك الشيء اخوتي المغاربه واش انا الحق، وماشي نقولوا مثلا واحد السيد كامل الاسف اخوتي المغاربه ما باغيش ندخل في هذا الموضوع، رجاء لان بزاف الناس علاش ما هضرتيش في هذا الموضوع؟ راه عباد الله
الناس راه عندها ولادها وراه عنده اسر، راه كتفكك اسر. والاسلام بجلال قدره وبحكمته، علاش ستوتيرو؟ علاش سيدنا عمر شاء؟ ما بغيتش ندخل لكم في التفاصيل ونوليو عاوتاني فوقها في هذه المواضيع. فالاعلام راه ما خصوش يكون اعلام نبه كاين سيدي واحد الفضاء كذا، ها كاين بعض الفنانين ردوا بالكم مثلا، او لا هادشي بالسميه بواق، واحد عنده مو عنده مرتو عنده محيطو عنده وضعه الاعتباري عايش بخير. غلط نقولوا غلط، هي كي غلط تصور داك الغلط اللي بغى يصحو غدا، ويقدر يكون غلط وندم او كذا. علاش الاسلام تيخلي؟ لان الانسان ما كيدير شي حاجه بشاو مخزون وشافو حتى شي واحد، هو راه عارف راسو في دائره الخطا، خصوصا هاد المواضيع اللي كيتعلق بالجنس وبهاد المصيبه الكحله. اذا هو عارف راسو راه غلط، ويقدر ما يوليش يعاود يقدر، ولكن انت ملي كدير صافي كتحرمو من فرصه التصحيح ومن فرصه العوده، وكتخلق له واحد التوتر، يقدر يكون ضحيته اطفال وطلاق وكذا مع كامل الاسف. هادشي علاش اخوتي المغاربه ما بغيتش ندخل فيه، كنقول لك ما كنبررش هادشي، ماشي كنتفق معاه ولا لا، خاص تنبيه السلطات وتنبيه دوك الفضاءات. وحنا كان عندنا واحد الماده مع السي محمد طوبيره كنا نشرناها، كان جاب نفس الماده وكنت ناقشت معاه بخصوص هذا النوع من المواضيع، وكنا كان فهادشي علاش ما خصصتهاش ماده. الناس اللي كيسولوا لماذا؟ لان صعيب الانسان عنده اسرته عنده مرته عنده ولاده ونجي ندير له سميتو وشي امور اللي هي انا ما مأكدش منها وما توصلتلوش روايته، غير حقا شنو غنبقى نقلب انا باغي ما عنديش محتوى نبدا نهضر في هاد مع كامل يعني الاسف. نمشي للموضوع دابا نختم به هاد الموضوع اخوتي اللي كنا صبا. شنو قلنا لكم المغاربه قبل العيد وما بعد العيد؟ شنو قلنا لكم على هاد الحكومه هادي؟ كنقول لكم هاد الحكومه هادي راه لا تقول لكم الحقيقه. هاد المركز المغربي للمواطنه شو شنو قال الخلاصات اللي خرج لهم بعد واحد دار واحد العمليه استطلاع على عيد الاضحى كيفاش دارت؟ قال لك وجدت بعض الاسر المغربيه نفسها في موقف جد صعب، حيث لم يكن بعضها قادر على اقتناء الاضحيه بسبب اكراهات ماليه. هجموا علينا ولا ما هجموش علينا؟ قلنا لهم راه كاين الناس اللي ما عيدوش، وعاودنا لكم واحد الواقعه. ها هو المركز اقتناء الاضحيه، بينما لم تستطع اخرى اتخاذ قرار عدم اقتناء الاضحيه لاعتبارات اجتماعيه، بالاضافه الى ذلك تعذر على الاسر التي كانت تعتمد على الحصول على الاضحيه من بعض المحسنين في هذا العام. قلتها ولا ما قلتهاش مع ديك المراه؟ شنو قالت لي ديك المراه؟ قالت لي اولدي راه مولفين واحد الناس كيعيدوا لي كل عام، هذا العام ما عيدوليش. وحنا في تفسيرنا شنو قلنا؟ سبب ديال ان المحسنين ما بقاوش كيعيدوا لان الغلا، واحد الانسان كيقدر ب 5000 درهم يعيد ليه ومعه جوج الناس، هاد 5000 درهم اليوم مابقاش تقادو حتى هو، إذا دوك الناس اللي كانوا كيستافدوا من العمل الإحساني تحاربوا مساكن. قلتها ولا ما قلتهاش؟ ها هو المركز. إن بعض المحسنين هذا العام هذا الوضع يعكس الضغوط الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة تواجه الأسر. نقطة أخرى، قال جميع المؤشرات تؤكد انخفاض نسبة المواطنين الذين خلدوا هذه الشعيرة، المغاربة ما عيدوش بزاف، ها أنتم قلناها المغاربة. على سبيل المثال انخفضت كمية النفايات المنتجة في الدار البيضاء من حوالي 16000 طن خلال سنة 2023 إلى 12000 طن خلال هذه السنة، مما يعتبر تراجعا في عدد الأسر التي مارست شعيرة العيد. ملاحظة أخرى، قال في ظل ارتفاع الأسعار يلاحظ أن ارتفاع رسوم التعشير على الأضاحي المعروضة للبيع ساهم في تفاقم الأزمة، غلاو هذيك الأشياء هذيك الرسوم. قال لك هذاك الرسوم وديك المصاريف اللي كيتكلموا اللي كيتكلفوها الكسابه وكذا كيزيدها المواطن في السعر. اذا الحكومه ساهمت في الغلاء، هذا الاجراء كان ممكن تعفي عباد الله من دوك الرسوم ديال التعشير. هذا الاجراء يزيد من الاعباء الماليه على التجار والمستهلكين على حد سواء، مما يؤدي الى ارتفاع اضافي تكلفه الاضاحي ويعزز من حده الازمه الاقتصاديه. ملاحظه اخرى، سمعوا المغاربه، محاوله ربط غلاء الاضاحي بالشناقه يفتقد للموضوعيه. قلناها ولا ما قلناهاش؟ لان اكبر كذبه هي هذه العمليه ديال الشناقه، كتقال في 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 عيد الاضحى في اللحم، وكتقال حتى في الخضره دوك اللي يجيوك الوسط. وعباد الله راه حتى واحد ما كيقدر، شتي دوك شتي دوك الخضاره اللي كيبيعوا لكم؟ الا شتيتوا شي خضار يعاود لك قول له بشحال كتشري من المارشي، بشحال كيشري بطاطا، شحال من صندوق كيجيب، قول له بشحال كتشري ب 3 دراهم، هو يبيع لك حتى كيبان لك راه باع لك ب 6 دراهم، قول له شحال كيشري لك ديال الديشي في الاخر، قول له شحال من صندوق تيبقى لك. راه هي لدا مسكين داك خينا 100 درهم والله ما قال احد الحد، راه اكبر اهانه واحتقار للذكاء ديالكم يا المغاربه هو انهم خرجوا لنا صفحات ويوتيوبر وصحفيين ومواقع كيقول لك راه المشكل في الشناق، ما كاينش حتى الشناق. الشناق فوقاش كيتبورد عليك؟ ملي كيكون العرض قليل، انا شاد خرف ربعه الناس جايين يشريو، انا شادو شريتو خمسه ماشي شغلك عادي، راه انا اللي كيخسر. اذا المشكل راه في العرض. علاش كيتبورد عليك الشناق؟ لانك ما عندكش اختيارات، كاينه انتم خمسه جايين تشريو وهو شاد خروف، وانتم بغجج شكون اللي بغى يعيد فيكم؟ يخلص لي مزيان عاديه. تصور ملي كتدخل انت المستهلك وتلقى داك الشناق شاد واحد
والغنم موجوده كتولي كتقلب الايه انت كتبورد على الشناق شحال هذا قولوا اللي عجبك شكون اللي كيولي موقع قوه انت المستهلك لان العرض موجود تبيع لي بهذا الثمن ما عجبنيش اخويا ناخذ من عند هذا لا نمشي ناخذ من هذا كيلقاو هما الشناق يعورطوا بك انت كتطلع السما وهما قلبوا الايه ملي كيكون العرض قليل انا بوحدي كنبيع راه نبيع لك باش بغيت خذوا ولا لا ياخذوا لك ما بغيتيش تعيد عيد واحد اخر اذا هادو كانوا كيست انا كيستغلوا داك كيضحكوا على الشعب نفس العمليه خذوها في الخضره في البطاطا لا اخوتي هاد السمساره مساكن والدراوش اللي كيبيعوا الغنم وهادو مساكن اللي كيبيعوا الخضره هادو راه على البسطاء راه خصكم تشوفوا المسؤوليه مسؤوليه الحكومه واش انت هي جايه دعمي ليا اجي نقول لك ما عندهمش السجل الاجتماعي ديال الاسر الفقراء يقلبتوا نحسبتهم في راميد وفي هاد الحمايه الاجتماعيه ايوا سيروا حسبوهم وعطيوهم فلوس تعطيوها ديالكم الاحزاب السياسيه وتعطيوها للناس اللي لاباس عليهم علاش قال لك في ظل ارتفاع الاسعار واحد محاوله ربط غلاء اثمنه الاضاحي بالشناقه يفتقد الموضوعيه والبراهين اذ ان هذه الفئه دائما ما شكلت عنصرا في سلسله التوريد في ظل غياب تنظيم خاص يبقي هؤلاء التجار جزءا طبيعي من السوق حيث يعتمدون على قانون العرض والطلب فهذا معرض للخساره فهم معرضون للخساره كما للربح كاين ملاحظه اخرى الجميع يقر بان هذه السنه شهدت اسعار قياسيه لم يسبق ان عرفها المغرب ورغم تفسيرات العدل التي حاول القطاع الوسطي من خلال تبرير هذا الارتفاع يبقى العرض المنخفض هو السبب الرئيسي لهذا الارتفاع وهي معادلة لا يمكن التشكيك فيها فقد أدى نقص عدد الأضاحي المتاحة في الأسواق إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق بالإضافة إلى ذلك لم تكن الإجراءات المتخذة من قبل القطاع الوسطي كافية لضمان وفرة الأضاحي بأسعار معقولة ملاحظة أخرى تستفيد العديد من القطاعات بشكل استثنائي من مناسبة عيد الأضحى مما يؤدي إلى زيادة ملحوظة في النشاط الاقتصادي ها واحد ملاحظة قلتها لكم ها هو جاب شنو قلت لكم قلت لكم راه ما يمكنش يلغيو عيد الأضحى عيد الأضحى راه تلغى المغرب تلغى في 63 حرب الرمال تلغى بسبب حرب الرمال 63 تلغى في 81 كان الجفاف وتلغى وقيل في 91 بالجفاف مهم جوج مرات 81 مأكد منها جفاف 63 حرب الرمال مأكد منها أعتقد 91 كان الجفاف ثاني مرة أخرى تلغى بها وطرح هذا العام النقاش ديال 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 إلغاء العيد شنو قلت لكم المغاربة وشعور الحلقات ديالي قلت لكم هذه الحكومة بالضبط يستحيل تلغي العيد رغم ان القرار هو قرار الملكي ولكن الحكومه كتوفر المعطيات للملك وانا رجحت على ان الحكومه ديال عز اخرس غتكون ربما وفرت معطيات مغلوطه للمؤسسه الملكيه غتكون كعادي راه كيما وقع البيضوفيل الاسباني من عطاو معطيات مغلوطه للمؤسسه الملكيه وعفات على ذاك البيضوفيل كيبقى الغلط بعض المعطيات كترفع انا كنظن هاد عيد الاضحى قدمت معطيات مغلوط علاش شنو قلت لكم في الحلقه اخوتي المغاربه قلت لكم لانهم مالي المازوط كيروجوا في يومات عيد الاضحى الطوموبيلات كيتحركوا الكيران ترونسبور كل وسي اخر واش عنده المازوط كيشارجي وكيبيع كيدخل فلوس اش يحرم راسو يدخل فلوس صحيح هذيك سعيك هو عدد من الناس اللي عندهم بومبات هذا واحد شكون اللي كيربح كذلك ديك قلت لكم صحاب المناضه مالي شكون سولوا مالي المناضه شنو علاقتهم بالحكومه المناضه كتبع مزيان في يامات العيد ما كاينش شي لحظه كيتبع المناضه بحال يامات ديال عيد الاضحى ثم مال انتصارات المغرب شكون مال انتصارات المغرب وقلبوا علاقتهم بالحكومه اذا انتصارات ماشي انتصارات المغرب انتصارات المغرب غير الفاعلين في مجال الاتصالات كلهم لا اورانج ولا ميديتيل كلشي كيستافد من ديك اللحظه اذا الفاعلين في مجال الاتصالات وصحاب المناضه المشروبات الغازيه زيد عليهم عاوتاني اصحاب ديال هذا الشيء ديال الترونسبور والنقل بشكل عام هادو كلهم مستفيدين قلتها في الحلقه ولا ما قلتهاش المغاربه ها هما دابا نفس الهضره كيقولوا قال لك تستفيد القطاع المحروقات على سبيل المثال يشهد ارتفاع في الطلب نتيجه زياده لحركه التنقل بين المدن والقرى قطاع النقل هو الاخر يعرف نشاط المكتف اذا بعد ذلك قطاع الاتصالات يشهد زياده في الاستخدام حيث يكثر الاتصال بين الاهل والاصدقاء التبادل التهاني والتبريكات يؤدي الى زياده في حجم المكالمات الهاتفيه واستخدام الانترنت هذا التفاعل الاقتصادي ها علاش كنقولوا خطوره الجمع بين المال والسياسه ها علاش يدبروا الشان العام امال الشكاير امال يعني المصالح علاش كيفكروا غير في المصالح ديالهم وهذا الشيء علاش مر العيد في هذه الظروف الخطيره ما ننبه اليه وما نتخوف إنه ما حضرنا منه ونتوقعه في الأيام المقبلة هو ارتفاع غيكون في اللحم واليوم القطيع ديالنا أصبح ماشي أصبح مهدد بل هدد القطيع ديالنا وغتشوفوا ارتفاع في, 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 في اللحم وغيكون ارتفاع في اللحم لا الغنمي ولا البقري وربما غتكون الأوضاع قاسية وغيكون نشاط سياحي ضعيف في هذا الصيف لأن ذاك الشهر اللي أعطاهم هما ديال الشهر سبقوا لهم عيد الاضحى مساكن الشراء والحولي ما بقالوا بنادم لا باش يدوز العطله ما بقالوا بنادم لا باش يواجه الدخول المدرسي ما بقاو الانسان لا باش يواجه ف كنتمناو الله يلطف بهاد البلاد نتمناو الله عز وجل
يكون شي حلول لهاد المشاكل. كنشكركم اخوتي المغاربه والى اللقاء.